بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نحل مع بعض التمرين الخامس اللي جاء في الموضوع الثاني بكالوريا 2015 واللي خاص بشعبة رياضيات وتقني رياضي كما أنصح به شعبة علوم تجريبية. وموضوع يعني النص يدور حول الوحدة الخامسة، يعني هو البكرة موجودة بين مستوي أفقي ومستوي مائل. هو التمرين الخامس عليها 3.5 نقطة. تتكون الجملة الموضحة بالشكل كما ترون من عربتين، العربة A والعربة B. لاحظ نعتبرهما نقطتين، عفوا نقاطيتين، كلتيهما أم A تساوي 300 غرام وأم B تساوي 150 غرام، موصولتين بخيط مهمل. ها هو خيط مهمل الكتلة وعديم الامتطاط، دائما أكد على هذه، هاك تشوف مهمل الكتلة وعديم الامتطاط، يمر على محز بكرة مهملة الكتلة. يعني هنا كما جاء في العنوان أي البكرة موجودة بين مستوي أفقي ومستوي مائل. كذلك أعطونا الاهتكاك مهمل على المستوي المائل. انتبه، قال لك الاهتكاك، لاحظ مليح، لازم تعرف تفهم النص مليح. الاهتكاك مهمل على المستوي المائل، ها يعني واش يقصدوا بها؟ يعني الاهتكاك على المستوي المائل، هنا الاهتكاك مهمل مكاش، اما هنا كاين على المستوي الافقي، باش نتفاهموا صح. هذه خليها كي تمثل القوى على الجسم، على العربة A والعربة B صح. أما الآن قالك تحرر الجملة من السكون وتخضع العربة A خلال حركتها لقوة احتكاك F ثابتة، تعطى جي تساوي 10 متر على ثانية مربع. السؤال الأول بتطبيق القانون الثاني نيوتن على كل عربة، يعني عربة A والعربة B، أثبت أن المعادلة التفاضلية لحركة الجملة تعطى بالعلاقة دي في على دي تي، أي اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن زائد بيتا يساوي الصفر، حيث بيتا ثابت. يطلب منك كتابة عباراته بدلالة ألفا وأم أ أم بي وجي وأف. إذن قبل الإجابة على السؤال الأول نطلب منكم أنك ديروا بوز كما العادة، وقفوا الفيديو، كملوا قراءة كامل النص حتى الأخر، وروحوا نجاوبوا على السؤال الأول. إذن أولا معادلة تفاضلية. قبل كتابة المعادلة التفاضلية أعزائي الطلبة لازم منا نمثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم A أو العربة A والمؤثرة على العربة B، لأن رسم الشكل وتمثيل القوى عليه نقطة. ها هو أني رسمت الشكل، لاحظ أنني رسمت العربة أي A اللي هي أكبر من العربة B. لماذا؟ لأن هذه الكتلة تحت 300 غرام أما هذه 150 غرام، إذن في الشكل مثل هذه شوية كبيرة على هذه. إذن هنا عندك جي اللي هو مركز عطالة العربة A، هذه العربة A هكذا، وهذه العربة B. إذن وهنا كذلك مركز العطالة تاعها جي صح، أو جي A جي B صح. هذه الحاجة الأولى. ثانيا رسمت المحاور، أي محاور الحركة، أي من محور الحركة بالنسبة للعربة A نمثلو إكس فتحة إكس، ومحور الحركة بالنسبة للعربة B نمثلو إيكغيك فتحة إيكغيك، باش نختلفو، باش نفرقو بيناتهم صح. إذن نأتي الآن لتمثيل القوى المؤثرة على العربة A. قالوا لنا في النص أن يعني من خلال قراءة النص تبين لنا أن الاحتكاك موجود على المستوي الأفقي بالنسبة لتحرك لحركة العربة A، ومهمل على المستوي المائل بالنسبة لتحرك العربة B صح. إذن كاين هنا حاجة نسيت ما رسمتهاش، هي البكرة. إذن نأتي إلى العربة A، إذن الاحتكاك موجود صح. إذن هنا وعندنا توتر شدة الخيط. إذن عندنا أولا كاين أربع قوى خارجية مؤثرة لنا، عندنا قوة ثقل، عندنا قوة رد الفعل عن المستوي،
وعندنا قوة الاحتكاك قوة شد الخيط. إذن نبدأ بقوة ثقل لنرسمها من المركز، هي قوة ثقل P وقوة رد الفعل. صح نايا هكا صح. إذن هذه قوة الثقل P وهذه قوة رد الفعل R، وعندنا قوة شد الخيط اللي ترسم منين يشد الخيط الجسم، ها هو قوة شد الخيط تي A. هذه عفوا هذا نسموهم R A R A، وهذه P A، وهذه هنا تي A توتر، قوة توتر الخيط. صح. ما زالت لنا قوة كذلك قوة الاحتكاك تترسم منا كيف كيف، كذلك هذه قوة الاحتكاك F، ها هي. صح. يعني هنا بالنسبة إيه نزيد نمثلو جهة الحركة، جهة الحركة أي هذه عفوا جهة الحركة هي هذه أي الجهة الموجبة. صح. روحوا الآن إلى الجسم بي العربة بي. عندنا هنا قلنا باللي الاحتكاك مهمل على المستوى المائل، إذن يبقى لنا ثلث قوى مؤثرة، ها تبقى لنا ثلث قوى مؤثرة. عندنا القوة أي الثقل قوة الثقل، وعندنا قوة رد الفعل وقوة شد الخيط. عندنا قوة الثقل دائما عمودية على السطح، ها دائما يعني موجهة إلى مركز الأرض، هذه بي بي. صح. أصبر تشوندير شوية لتحت أننا نحتاج هذيك بي بي هكذا. صح. وعندنا قوة رد الفعل اللي هي عمودية على المحور إجرك فتحة إجرك اللي هي R B. وعندنا قوة توتر الخيط ها هي والراهي هنا اللي هي تي بي تي بي هكذا. صح. شوفوا مليح بالنسبة إلى بيب بون هنا كي تمثل هكذا، تحب تزيد تمثل مثلا نديرهم بالأحمر، ثم استعملوا قلم واحد نديرهم بالأحمر هكذا. يا كذا ولا بي اكس بي، وعندنا هكذا يعني هذه بي بي اكس بي بي عفوا بي بي اجرك، وهذه بي بي اكس. صح. خليهم كيما هكا ها سي بون. صح. اذا هذا هو الرسم تاعك، ودائما نقول لك تاع تمثل باللون واحد، يعني كي تمثل هذا الشكل عندك 0.25 في 2، يعني واحده لهذه وواحده لهذه. صح. نكمل الان. اذا الآن نقوم بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أي بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. صح. نبدأ بكل عربة وحدها. صح. نبدأ بالعربة أ. عربة ايوه. صح. عندنا مجموع القوى الخارجيه المؤثره في هي اي ام ا كتله العربه ا في التسارع. صح. اللي هي اي كما تلاحظون هاي امامكم. عندنا اي قوه الثقل بي ا زائد قوه رد الفعل ار ا زائد توتر الخيط تي أ وزائد قوة الاحتكاك مثلناها أف مكان لها أف أ لأنها موجودة إلا على المستوى الأفقي، تساوي ماذا؟ تساوي أم أ في التسارع
صح. إذن الآن نقوم بالإسقاط على المحور، محور الحركة إكس فتحة إكس، بالإسقاط على محور الحركة إكس فتحة إكس، صح، اللي هو محور الحركة كما قلت. لاحظ أن يعني هنا لاحظ عندي PA، PA اللي هو عمودي على إكس فتحة إكس، وعندي RA كيف عمودي على إكس فتحة إكس، إذن معدوماني للزوج، معدومان قتلي TA في اتجاه الحركة، في اتجاه الحركة، و F عكس الحركة. إذن واش نكتب؟ نكتب أي العلاقة التالية اللي هي TA ناقص F تساوي M A في A، هكذا. هذه نسميها واحد، هذه العلاقة رقم واحد، صح. عفوا، كي تلحق هنا عندك 0.25، صح. عندنا الآن العربة بي، العربة بي عندنا دائما نفس الشيء، أي مجموع القوى الخارجية المؤثرة هي ام بي الى كتلة العربة بي في التسارع، صح. إذن القوى الخارجية هنا لاحظ هنا بي بي درنا لها مركبتين اللي تساعدني، هي بي بي إيكغريك اللي هي مع محور الحركة إيكغريك فتحة إيكغريك. يعني هنا بالنسبة لي اللي هنا عندي ار بي بي، لاحظ بي بي اكس راهي عمودية على محور الحركة إيكغريك فتحة إيكغريك، صح. وعندي ار بي اي قوة رد الفعل كذلك عمودية على محور الحركة إيكغريك فتحة إيكغريك كما تلاحظون، إذن فهي تساوي الصفر. إذن هذو زوج معدومتين، بقات لي بي بي إيكغريك اللي هي في اتجاه الحركة، لأن الحركة تكمل تولي في هذا الاتجاه، صح، اللي هي في اتجاه الحركة، و تي بي قوة شد الخيط اللي هي عكس اتجاه الحركة. إذن صح، هنا قلنا عندي القوى اللي راهي تأثر هي قوة الثقل بي بي زائد ار بي قوة رد الفعل زائد قوة شد الخيط، توتر، أي تساوي ام بي آه، صح. إذن هنا كذلك نفس الشيء بالإسقاط على محور الحركة، بالإسقاط على محور الحركة اللي هو إيكغريك فتحة إيكغريك، يعني بقات لي إلا كما قلت لكم اللي هي في اتجاه الحركة بي بي إيكغريك، بي بي إيكغريك ناقص قوة شد الخيط، قوة التوتر عفوا، اللي هي عكس، إذن تساوي ام بي ا، صح. إذن هنا أعزائي الطلبة نعرفوا بلي في لو جينا نقولوا للشكل، عاودوا نرجعوا للشكل، شوفوا مليح لهنا أعزائي الطلبة، عندك ألفا هي هذه كذلك، هنا عندك ألفا، هذه ثاني ألفا، نديروها نكتبها هنا الداخل، ها هي هذه ألفا. إذن ألفا عندي لاحظ اللي نحتاجهم عندي بي بي و بي بي إيكغريك، بي بي إيكغريك بالنسبة للألفا هو المقابل، و بي بي هو الوتر، يعني هنا نستعمل السينوس، واش نستعمل السينوس. إذن واش تولي لي؟ تولي لي سينوس ألفا يساوي المقابل اللي هو بي بي إيكغريك على بي بي اللي هو الوتر. إذن هنا واش تساوي لهنا عفوا واش إذن بي بي إيكغريك تساوي بي 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 سينوس ألفا، صح. إذن هنا بي بي وسطها
سوتا بلي تساوي بي بي سينوس الفا، نعوض في مكانها اي بي بي سينوس الفا ناقص تي بي اي تساوي ام بي ا. اذن هذه نسميها العلاقه اثنان، اي كي تلحق العلاقه اثنان هذه تخرجها 0.25. شوف واش قالوا لنا في النص، موصولتين بخيط خيط مهمل الكتله وعديم الامتطاط يمر على محز بكره مهمله الكتله. خيط مهمل الكتله وعديم الامتطاط، بكره مهمله الكتله، سي بون صح. عاود ارجع للنص للاجابه. اذا هنا اعزائي الطلبه، بما ان الخيط بما ان البكره مهمله الكتله والخيط عديم الامتطاط، اذا توتر ا يساوي شد اي قوه توتر ا تساوي قوه توتر ب. اذا بما ان البكره مهمله الكتله والخيط عديم الامتطاط، اذا واش عندنا؟ اذا تي ا التوتر تي ا يساوي تي بي صح. نقوم الان نجمع العلاقه الاولى مع العلاقه الثانيه، اذا بجمع العلاقتين الاولى و الثانية طرفا لطرف هي العلاقة الأولى وهي العلاقة الثانية. إذن العلاقة الأولى اللي هي تي أ ناقص إف تساوي إم إم أ في أ صح، وعندنا العلاقة الثانية اللي هي إم بي جي ام بي جي سينوس الفا. كي يقول لك منين جاب هذه؟ لماذا؟ لان بي تساوي ام في جي، هذا مكان عوضتها. اذا ناقص تي بي تساوي ام بي في ا صح. اذا نقوم بجمع العلاقتين، واش تولي لي؟ تولي لي اي تي ا ناقص اف زائد ام بي. علاش درت ام؟ على درت بي الى ام جي، لانه هنا ثان عندي ام بي، متفاهمين صح؟ هنا عندي عفوا ام ا، هنا ام بي، هنا ام بي، يخرجوا لي ام صح. تولينا ايه زائد في جي سينوس الفا ناقص ماذا؟ ناقص تي بي اي تساوي ام ا ام ا في ا زائد ام بي في ا، ما نسيت حتى حاجه صح. انتبه انا تولي لي هذه تولي ناقص، يعني هنا اولا تي ا ناقص تي بي راحوا لانهم متساويين صح، راكم تتبعوا معايا لانهم متساويين. اذا راح واش يبقى لي؟ بقات لي ناقص اف زائد ام بي في جي سينوس الفا سينوس الفا يساوي، انا ندير ا عامل مشترك، التسارع خرجوا عامل مشترك، اذا في ام ا زائد ام بي لحد الآن رانا ملح. إذن لهنا نجبد التسارع أي A يساوي ماذا؟ يساوي ناقص اللي هو تاع F أي F زائد M B في G سينوس ألفا على أي M A زائد M B صح. ونعرفوا باللي التسارع يساوي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، متفاهمين؟
يساوي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن. إذن ندي هذا المساواة، نأخذ هذا المساواة وندي الطرف هذا في الطرف الآخر، يعني ناقص اف كذا تروح في الجهة اللي من هيه، لنكتبها معادلة تساوي الصفر. وبالتالي أي تولي لي دي في على دي تي زائد. إذن هنا هذه كي تروح من هيه تتغير الإشارة، هذه الإشارات يتغيروا، ساعتولي لي زائد اف ناقص ام بي في جي سينوس الفا على ام ا زائد ام بي هكذا، اذا تساوي الصفر. اذا لاحظ ان هذه راهي من الشكل، اذا فهي من الشكل، لاحظ في النص واش قالوا لنا، دي بي على دي تي زائد بيتا تساوي الصفر، أليست من هذا الشكل؟ صبناها من هذا الشكل، إذن هي من الشكل دي بي على دي تي زائد بيتا، إذن تساوي الصفر. لو جينا أعزائي الطلبة ودرنا المطابقة بين هذه المعادلة وهذه المعادلة، إذن لاحظوا أن بيتا هي هذه، هاي أن قالوا لنا أوجد بيتا. إذن هنا أعزائي الطلبة أي حيث أي بيتا تساوي اف ناقص ام بي في جي أي سينوس ألفا على ام أ في زائد ام بي، هذه هي بيتا. إذن لهنا كي تكتب تلحق لهذه عندك 0.25 وهذه عندك 0.25. السؤال الثاني عند بلوغ العربة الموضع دي، يعني هنا لاحظ كي تلحق العربة للموضع هذا دي لهنا، صح واش يصير؟ ينقطع الخيط فجأة باستعمال تجهيز مناسب مكن من تسجيل سرعة العربتين A و B ابتداء من لحظة انقطاع الخيط، يعني بياني الشكل عندنا زوج بيانات، لحظ كاين هذا الأول وكاين البيان الثاني اللي هو هذا، كمل واش راهم يقولون؟ قال لك بياني الشكل 7 يمثلان تغيرات سرعة العربتين بدلالة سالبة. أولا قال لك حدد المنحنى الموافق لسرعة كل عربة مع التعليل. لاحظوا هنا أعزائي الطلبة، عندي البيان الأحمر عند لهنا عند تي 0، تي تساوي 0، راهو لاحظ ينطلق من هذه السرعة اللي راينا، يعني هنا 1 2 2، هذه ثاني نسموها 2، صح. إذن ينطلق منا هذا البيان الأول، راح لاحظ أنه راه يتزايد مع الزمن، لأن هذا يمثل محور تراتب السرعة، ولا هنا محور الفواصل أي يمثل محور الأزمنة بالثانية، يعني المحور الأول راه يتزايد. أما المحور الثاني اللي راه بالأخضر، قلت لك المحور المنحنى عفوا، راه يتناقص حتى يلحق الى الصفر، يعني سي بون، يعني السرعه من 2 تهبط حتى تلحق الى الصفر، لكن هنا السرعه تطلع من 2 تطلع حتى تلحق لهنا مثلا كاين 3 4 حتى تلحق الخمسة متر على الثانيه. اذا هنا اعزائي الطلبه كي ينقطع هذا الخيط واش يصرى؟ هنا التوتر ينعدم تاع الخيط، خلاص راح تي او تي بي راحت. هنا واش يصرى؟ السرعة تاع العربة، لاحظوا العربة ا
كي ينقطع الحيط الخيط عفوا، هنا السرعة تاع العربة أو واش تيصرى لها هنا تتوقف. علاش؟ لأنه هناك يعني احتكاك، تتوقف مع الاحتكاك تتوقف السرعة. صح، لأن هنا عندنا سرعة تتوقف، إذا سرعة تتناقص، يعني سرعة تتناقص وراها المنحنى اللي راهو يتناقص والمنحنى الثاني. سيبو صح. وعندنا بالنسبة للعربة بي، عربة بي راهو شادها الخيط هذا، راهي فيها باطية، يعني قطع لها الخيط تهبط تجري، تهبط تجري. يعني واش نقصد؟ يعني تزداد السرعة تاعها، مكاش احتكاك، احتكاك معدوم الآن. إذن وراء المنحنى اللي راهو يمثل باللي السرعة تزداد هو هذا، هو المنحنى الأول، أي عند انقطاع الخيط ينعدم التوتر فتتناقص سرعة العربة بسبب قوة الاحتكاك حتى تتوقف. إذن وراء البيان الذي وافق العربة هو البيان رقم 2، إذن البيان 2 يوافق العربة صح. إذن بالنسبة للعربة بي عند انقطاع الخيط واش قلنا؟ تزداد سرعة العربة بي عند انقطاع. لازم تعرف كيف تجاوب، كيف تحط الإجابة صافية ووافية. صح، عند انقطاع الخيط تزداد تزداد سرعة العربة ب، إذن وراء المنحنى اللي يزيد هو المنحنى رقم 1، إذن البيان الأول رقم 1 يوافق العربة ب، يوافق العربة ب. إذن هذا السؤال عليه كل واحدة عليها 0.25 في 2. ننتقل إلى باء، قالك اعتمادا على المنحنيين اللي رم أمامك استنتج تسارع حركة كل عربة وكذلك المسافة المقطوعة من طرف العربة خلال هذه المرحلة. إذا بالنسبة لتسارع كل عربة عندنا تسارع تاع العربة تاع العربة يساوي دلتا في دلتا في على دلتا تي. صح، يساوي صح. والتسارع تاع العربة بي كذلك يساوي دلتا في على دلتا تي. صح، يساوي صح. خلينا في بالنسبة العربة البيان الثاني هو اللي مثلها. واش نجي ندير؟ نجي نختار نقطتين على المنحنى هذا ونختار نقطتين يكونوا باينين. نختار النقطة الأولى، يعني منين بدات السرعة حتى وين طاحت هنا، حتى وين تنقصت، حتى ولات تساوي الصفر. صح، إذن النقطة هذه لاحظ النقطة هذه بالنسبة للعربة عندها العربة عندها هذه هنا الفاصلة الأولى هذه والفاصلة الثانية. صح، لأن دائما النقطة اللي في الأخر ناقص النقطة اللي في الأول، يعني هذه الأولى وهذه الثانية. صح، إذن هذه ناقص هذه. صح، نبدأ. هذه هنا شعال، هنا هو 0.5 لكل 1 سنتيمتر، إذن هنا عندنا 2، هذه هنا 2 وهذه هنا كذلك 2، وهنا عندنا الصفر، ها هو الصفر راهو بين كل وحدة فيهم. صح، إذن النقطة الأخيرة هي هذه، النقطة الأولى هي هذه، إذن دائما النقطة الأخيرة ناقص النقطة الأولى. صح، بالنسبة للفرق، فرق التراتيب على فرق الفواصل، فرق التراتيب النقطة الأخيرة هي الصفر،
تمثل الصفر، إذن ترتيبتها هي الصفر ناقص الاثنان، صح. بالنسبة للفاصلة عندنا النقطة الأخيرة الفاصلة تاعها هي اثنان، النقطة الأولى الصفر، إذن واش ظهر عندنا؟ أي ناقص اثنان على اثنان، أي ناقص واحد متر على الثانية مربع. هذه بالنسبة لي هذه صح. نأتي الآن إلى المنحنى الثاني، أي التسارع بالعربة بدلتا في على دلتا تي. كيف نختار نقطتين؟ عندنا النقطة الأولى ها هي رانا اخترناها اللي ديماري منها لهنا، أي اخترناها ومن بعد راهي تزايد، نختاروا نقطة وين تساعدنا كيما هذه، أي تساعدنا يعني كون نديروا الإسقاط هنا تساعدنا، ونديروا الإسقاط هنا راهي في 0.5، يعني الفاصلة تاعها 0.5، ولا هنا عندنا 4.5، يعني الترتيبة تاعها 4.5 والفاصلة 0.5. النقطة هذه الترتيبة تاعها 2 والفاصلة 0، يعني دائما النقطة الأخرى ناقص النقطة الأولى. إذن هنا عندنا النقطة الأخرى هي 4.5 بالنسبة للفرق في التراتيب، فرق التراتيب 4.5 ناقص 2 بالنسبة للفواصل، أي عندنا 0.5 ناقص الصفر. إذن شحال أعطتنا؟ أعطتنا 5 متر على الثانية مربع. إذن هنا نجاوبنا على السؤال هذا، عندنا 0.25 في الاثنان. مازلنا الآن المسافة، ها يعني المسافة ها هو مخطط البيان اللي مثل أو مخطط السرعة بالنسبة للعربة، هو هذا البيان الثاني، انتبهوا مليح. وشفنا في الدرس تاعنا أنه في السنة الأولى ثانوي وفي بداية الثالثة ثانوي أن المسافة تمثل ماذا؟ مساحة المثلث، ها المسافة تمثل مساحة المثلث. وين راه المثلث اللي راه عندي هنا؟ صح، ها هو المثلث، نديرو بالأخضر حتى يبان، ها هو المثلث تاعي هذا هكذا وهكذا وهكذا، هذا هو المثلث صح. مساحة المثلث واش تساوي؟ أي دي تساوي مساحة المثلث، قلنا تساوي نصف مضروب في ضلع الزاوية، ضلع الزاوية القائمة، ضلع الزاوية القائمة هما هذا، هاي الزاوية القائمة، يعني النصف مضروب في ضلع الزاوية القائمة. الضلع هذا شحال يساوي؟ 2 في 2، والضلع هذا شحال يساوي؟ 2 في 2، إذن 4.5 تعطينا 2 متر، حاجة سهلة. هاي عندك 0.25. جيم وأخيرا طلبوا منا استنتاج شدة القوة الاحتكاك F وقيمة الزاوية ألفا، صح. إذن جيم، جيم استنتاج، نبدأ باستنتاج شدة قوة الاحتكاك، هذه سهلة كنا درناها في الدرس. هذه نجيب بالنسبة للعربة، العربة أ، هذه بالنسبة للعربة أ، لماذا قوة الاحتكاك موجودة إلا بالنسبة للعربة أ في المستوي الأفقي؟ إذن نجبد العربة أ تخصها العلاقة الأولى، إذن من العلاقة، من العلاقة الأولى اللي هي تي أ، تي أ ناقص F يساوي أم أ مضروبة في التسارع تاع أ. هنا في السؤال هذا الأخير قالوا نبلي انقطع الخيط، صح. إذن هنا لدينا
لدينا مدى منقطع الخيط إذن تي أ تساوي الصفر، يعني هنا بين قوسين انقطاع الخيط صح. إذن في الإجابة تاعك مش شرط تدير هذه، إذن ناقص اف ماذا؟ مادام تي هذه تساوي صفر راحت، إذن ناقص اف تساوي ماذا؟ ام أ في أ أ. إذن هذا وش يعني؟ هذا يعني أن أي اف تساوي ناقص ام أ في أ أ صح. إذن شدة قوة الاحتكاك اف تساوي ام أ طبعا 300 غرام نحولها إلى في عشرة، نحولها إلى كيلوغرام تولي لنا نضربها في 10 قوة ناقص 3 تولي لنا ناقص 0.3 مضروبة في التسارع اللي هو تسارع تاع أشعة صبناه يساوي ناقص 1 متر على الثانية مربع، يعني في ناقص 1 ومن بعد تعطينا الناقص والناقص يعني 0.3 نيوتن، يعني هذا استنتجنا شدة قوة الاحتكاك عندك 0.25. واش بقى لنا الآن؟ بقى لنا قيمة الزاوية ألفا، قيمة الزاوية ألفا، زاوية ألفا وين موجودة؟ موجودة على المستوي المائل، المستوي المائل تابع لمن؟ العربة، شكون؟ العربة بي، عربة بي صح، أوني كونسيرني بار هذي صح. إذن العربة عن العربة بي عندها العلاقة اثنين، أي من العلاقة اثنان، إذن عندنا كنا كتبناها ام بي في جي سينوس الفا ناقص تي بي تساوي ام بي في ا بي صح. وقلنا باللي عند انقطاع الخيط تي بي تساوي صفر، اي لدينا اي تي بي تساوي الصفر، يعني انقطاع الخيط صح، انقطاع الخيط او بدا يبلوكي كيف الدقائق الاخرين او بدا يبلوكي، يعني هنا لاحظ انه هذا تي بي راحت لانها تساوي صفر. اذا واش يبقى لي؟ يبقى لي لهنا زيد عندك هذه ام بي مع ام بي، راحت ام بي مع ام بي، اذا واش يبقى لي؟ يبقى لي اي سينوس الفا، لا لا بقات لي جي، جي سينوس الفا تساوي ا بي، ا بي. اذا احنا اللي همني هي الالفا، اذا سينوس الفا تساوي ماذا؟ تساوي ا بي على جي الابي شع صبناها شادي ربي لو اعلم خمسة اي خمسة هاي لاباس، يعني بديت ما راح تريش الذاكرة، خمسة على عشرة الحمد لله سيتي، يعني تساوي 0.5. يعني نجي في الحاسبة نعرفوا باللي شكون اللي يساوي النصف، سينوس يساوي النصف هو سينوس 30 درجة، يعني في السنة الرابعة متوسط كنا نعرفوا باللي سينوس 30 درجة تساوي النصف، هذه بين او نديرو في الحاسبه سينوس اس ناقص 1 هكا ونديرو 0.5 يعني تساوي لك 30، هذه في الحاسبه وهذه كي تكون شافع عليها. اذا ومنه الفا تساوي 30 درجه، ها هو نص التمرين تاعك. اذا هنا عندك 0.25. أعزائي الطلبة إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في بكالوريا آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.